اللي حضروا ولبوا النداء هذا الندوه الصحفيه اللي من شأنها يعني تبسيط يعني بعض المعطيات المتعلقه لا بتحديد ثمن الادويه ولا بالهوامش الربحيه ديال الصيدلي في المملكه المغربيه. وهذا ان دل على شيء فانما يدل على يعني احترافيه المهنيين، فان دل على شيء فانما يدل على احترافيه الاخوه والاخوات الصحفيين باهتمامهم بهذا الموضوع. بالفعل يعني مؤخرا تناقلت عده منابر اعلاميه ما ورد في تقرير المجلس الاعلى للحسابات لسنه 2021 حول ما سمي بهامش ربح الصيادله من ثمن الدواء، حيث تمت مقارنه هوامش ربح صيادله المغرب مع صيادله دول اخرى مثل بلجيكا والبرتغال الى اخره. وفي هذا الصدد نريد بسط التوضيحات التاليه والرد على بعض المغالطات التي جاءت في هذا التقرير. اولا بخصوص ما جاء في تقرير المجلس الاعلى للحسابات، وجب الاشاره الى ان المعطيات الوارده فيه تم استقاؤها بطريقه مغلوطه ومبتوره من المرسوم الوزاري لتحديد ثمن الدواء المصنع محليا والمستورد الصادر سنة 2014 في عهد الوزير السابق الحسين الوردي. الخطأ الذي وقع فيه المجلس الأعلى للحسابات تمثل في تأويله الخاطئ لهذه المعطيات، بحيث تم تقديم معامل هامش الربح للصيادلة في تركيبة ثمن الدواء على أساس أنه هامش ربحي للصيادلة. وبطبيعة الحال هناك فرق كبير بين معامل الهامش الربحي ونسبة الهامش الربحي للصيادلة. فمعامل هامش الربح يساعدنا على حساب ثمن الدواء، بينما هامش الربح هو ما يتقاضاه الصيدلي كهامش ربحي. فبالتالي فمقابل معامل هامش ربح 57% نجد نسبة هامش الربح للصيدلي تتمثل في 33.93%، وهذا ما جاء به مرسوم تحديد أثمنة الأدوية، حيث أن مرسوم تحديد أثمنة الأدوية قسم الأدوية إلى أربعة شرائح من حيث الثمن. الشريحة الأولى اللي هي الأدوية اللي الثمن ديالها يقل عن 299 درهم، وهي يعني اللجنة البيع أو المرسوم تحديد أثمنة الأدوية حدد الهامش الربحي فيها في 33.93%، في حين الشريحة الثانية التي هي أقل من 588 درهم فحدد مرسوم تحديد أثمنة الأدوية الهامش الربحي فيها للصيادلة في 29.7%، في حين أنه الشريحة الثالثة والرابعة فالصيدلي يتقاضى فقط 400 درهم كهامش ربحي جزافي. وهنا نفسر لكم، دواء ثمنه في الثمن ديالو البيع للعموم كيسوى 40,000 درهم، الصيدلي عنده فيه هامش ربحي جزافي ديال 400 درهم، حولوها للنسبه غتلقاوها هي 1%، وهذا 400 درهم هي هامش ربحي خام، يعني عاد تتقطع منه مجموع الضرائب
لي شارج. إذن أين نحن من 57% و 47%؟ للإشارة، فكنا يعني سنة 2020 قمنا بتوقيع اتفاقية إبرائية مع المديرية العامة، الإدارة العامة للضرائب، اللي حددت متوسط هامش الربح. ها هي الاتفاقية، convention pour la régularisation de la situation fiscale des pharmaciens par déclaration rectificative. La direction générale des impôts et le conseil national de l'ordre des pharmaciens. ها هو حددت متوسط هامش الربح ديال الصيادلة الخام في 27%. هادشي غادي نحطوه لكم في اون بريزونطاسيون اللي غيقوم بها السي مهدي برا، اللي غيفصل فيها لا فورمول ديال لا فورمول ديال احتساب ثمن الدواء وهاد لو طابلو هذا. في حين انه متوسط هامش الربح الصافي للصيادله حدته الاداره العامه للضرائب في 8%. اليوم نتساءل كيف لنا ان نتحصل على 57% و 47%. من جهه اخرى وعلى اساس ما سبق، فان مقارنه هوامش الربح مع صيادله الدول الاخرى ستصبح مشوهه وغير دقيقة. زد على ذلك المقاربة التي اعتمدها المجلس الأعلى للحسابات في هذه المقارنة لا يمكن وصفها إلا بالسطحية، لسبب بسيط، هو أنه هوامش ربح صيادلة الدول التي ذكرها التقرير تعتبر هوامش ربح مركبة composé, c'est des taux composés. حيث تتكون من عدة عناصر أهمها تعويضات قارة عن عملية صرف الدواء، زائد نسبة هامش ربح من ثمن الدواء. وهنا يجب القول أن التعويضات القارة نسبة الأكبر من هامش ربح الصيادلة ديال هاد الدول. نعطيكم غير مثال، في بلجيكا ذكرها التقرير، الهامش الربح الاقتصادي عند الصيادلة هو 18.6%. لكن ملي كنحسبوا مجموع التعويضات التي يتلقاها الصيدلي البلجيكي، يتلقى تعويضات عن صرف الدواء، لا ريمونيغاسيون سور لاكت دو ديليفرونس، يتلقى تعويضات عن حق استبدال الدواء، لو دووا دو سوبستيتيسيون، ملي كيبدل دواء اصلي بدواء جنيس يتم تعويض هذاك الصيدلي. اضف الى ذلك تعويضات عن التلقيح داخل الصيدليه، عن الكشوفات السريعة، إلى غير ذلك. فإن الجدل الذي أثير مؤخرا حول هامش ربح الصيدلي المغربي إلى الحد الذي جعل بعض المنابر الإعلامية العالمية تهتم بالموضوع هو جدل وراءه أيادي خفية تريد أن تحصر النقاش، أو نقاش تسهيل والولوج المواطن إلى الدواء في هامش ربح الصيدلي، علما أنه الحلقة الأضعف في قطاع الصيدلة، والنتيجة في النهاية هي الإجهاز على ما تبقى من قطاع صيادلة الصيدليات. ويساهمون يوميا في هذا الاتجاه، لكنهم متفقون أن لا يكون ذلك على حساب قطاعهم، وأن لا يكونوا ضحية عجز بعض المسؤولين عن وضع التشخيص الصحيح لمعضلة تسهيل ولوج المغاربة للصحة
بصفة عامة وللدواء بصفة خاصة. أعطي الكلمة للأخ الدكتور أمين بوزوبع باحث في السياسة الدوائية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين. أولا تحية خاصة لجميع المنابر الإعلامية اللي جات من أجل تغطية هذه الندوة الصحفية المرتبطة أو من أجل تسليط الضوء على التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، ولا سيما في الشق المتعلق بقطاع الصحة وقطاع الأدوية، وخصوصا ما أثير مؤخرا فيما يتعلق بهذه المسألة ديال هوامش ربح الصيادلة. في الحقيقة هذا الموضوع الذي أثير مؤخرا، وعرف واحد يعني جدل أو نقاش موسع حول هامش ربح الصيادلة في الأدوية، هو في الحقيقة يعيدنا إلى واحد المرحلة مهمة في تاريخ مهنة الصيدلة، ويتعلق الأمر بسنة 2009. فأنا ذاك سنة 2009 ما عرفتش الإخوان الصحفيين واش تذكروا هذه المرحلة لما تم النقاش حول أثمنة الدواء وهوامش الربح، وكان نقاش موسع ما بين مختلف المؤسسات الرسمية والتي تحدثت عن هامش ربح الصيادلة على أساس أنه مرتفع. آنذاك تم تشكيل واحد المهمة استطلاعية للجنة المالية بالبرلمان، والتي اشتغلت على هذا الملف وخلصت على أن الإشكال في المغرب غير مرتبط بهامش الربح بالنسبة عند الصيادلة في الأدوية، وإنما بثمن المختبرات المصنعة، وهذا هو مربط الفرس. لأن في حقيقة الأمر وفي آخر المطاف احنا ما يهمنا في هذا النقاش المجتمعي وهو ثمن الدواء في المغرب، أنه يكون في المتناول بالنسبة للمواطنين، وبأنه المواطن ما يلقاش مشكل في الولوج إلى الأدوية بغض النظر على هذه المسائل. وهنا يعني نحيلكم على هذه المرحلة ونختصرها فيما يلي: أن المراجعة آنذاك ديال أثمنة الدواء دارت بتخفيض ديال واحد 500 دواء مباشرة سنة 2009، ثم جاءت مجموعة ديال الإجراءات من أجل تخفيض أثمنة الدواء، والتي انتهت سنة 2014 بواحد المرسوم وزاري اللي هو يعني مكتمل المعالم، واللي تيجعل من واحد الآلية مستمرة ومسترسلة يعني في كل وقت وحين، بحيث أي دواء توضع داخل يعني في السوق الوطني المغربي فتتوضع بناء على واحد البنش ماركينج، بمعنى تتوضع واحد مجموعة من الدول ديال المقارنة لتنقارنوا الأثمنة ديال الأدوية ديالها، ثم تلقى واحد المتوسط ديال الثمن وتنوضعه في السوق الوطني. إذن بهذه الطريقة ولا عندنا بعد 2014 إلى حدود اليوم ولا عندنا أثمنة الدواء في المغرب هي مشابهة لأكبر عدد من دول العالم، على اعتبار أن تنديروا أن بنش ماركينج مع دول المقارنة لتنقروا معهم أثمنة الدواء. هذه الدول هي تنتمي لمختلف القارات، فهناك دول اللي كاينة في القارة الأسيوية، هناك دول اللي كاينة في القارة الأوروبية، وهناك دول أخرى اللي مجموعة الدول تدير هي أيضا دي بنش ماركينج في 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 القارات ديالها، وبالتالي الدواء المغربي اليوم بالنسبة إلينا أثمنته مشابهة لأغلب دول العالم. إذن هذه المقدمة كان لابد منها باش نفهموا أن الإشكال ليس هو هامش الربح بقدر ما هو ثمن الدواء. فيما يتعلق بثمن الدواء في المغرب، كما قلنا ونؤكد مجددا، أن الأثمنة أصبحت مناسبة فيما يتعلق بالأدوية الرخيصة. ولما تنقولوا الأدوية الرخيصة، كما جاء على لسان الدكتور محمد الحبابي رئيس الكونفدرالية، هناك أربعة شرائح. الشريحة الأولى اللي هي أدوية اللي تتوصل 288 درهم، ما بقاش فيها إشكال، هذه لم يبقى فيها أي مشكل، والأثمنة ولات في المغرب أرخص في العديد من هذه الدول أيضا. إذا الإشكال بقى مطروح في الأدوية الغالية جدا. وهنا احنا كصيادلة بالطبع، لان احنا بطبيعة الحال
نحن نمارس، ولكن في نفس الوقت نقوم بواحد الدور اجتماعي من خلال التواصل مع مختلف المواطنين وتنعيش ونتقاسم معهم هذاك الهموم ديالهم والمشاكل الاجتماعية. فتلقاو عدد من المواطنين اللي عندهم مشاكل صحية خصوصا فيما يتعلق بالأمراض الثقيلة اللي تتكون تتعالج، أمراض السرطان، أمراض ديال الالتهابات الكبدية وغيرها والفيروسية، اللي تتكون أحيانا توصل 5000 درهم، 10000 درهم، 20000 درهم، حتى 50000 درهم و 60000 درهم. إذا هذه الأدوية، هذا النوع من الأدوية هو الذي يثقل كاهل المواطن. وبالتالي كانت عندنا تدخلات عدة لدى وزارة الصحة من أجل العمل من أجل تخفيض هذه الأنواع من الأدوية. وبالتالي هذا هو النقاش الحقيقي المجتمعي الذي يجب أن نطرحه اليوم، لأنه الإحساس عندنا احنا دابا احنا كمهنيين وكمتتبعين وأيضا كباحثين في السياسة الدوائية، تنفهموا بأن هناك تمويه ومحاولة لتغيير ولفت الأنظار نحو أمور جانبية، وهذا الأمر ديال حتى هذا الشيء تنقولوه ليس هروبا من النقاش. حنا ما عقدنا هذه الندوة إلا باش غادي نوضحوا لكم هوامش ربح الصيدلي، باش نطويو هذه الصفحة ونشوفوا ما هو أهم اللي خصنا نشتغلوا عليه مستقبلا ومع كل المؤسسات ديال الدولة ومؤسسات الشركة. اليوم أنا غادي نعطي بعض الأرقام التي أعتبرها مهمة في هذا السياق اللي خصنا نفهموها، حيث الذي يتكلم على 57% من هامش ربح الأدوية يظن بأن هذا إذا انقطاع بخير وعلى خير ما دام هذه الأرقام. اليوم الأرقام الرسمية في المغرب تقول بأن عندنا 12000 صيدلية في المغرب موزعة عبر التراب الوطني، كما تعلمون تتواجد 50% منها في القرى في المواطئ في المناطق القروية والنائية، واللي تتقدم واحد الخدمات مهمة صحية وصيدلانية بالنسبة للمواطن. هذا المواطن اللي ما تيقدرش احيانا يمشي للمستشفيات او يمشي للسونتر دو سونتي المراكز الصحية واللي ما تتواجدش في هذه المناطق، وبالتالي الصيدلاني تتلقاه تقدم مجموعة من الخدمات النوعية والمهمة والحياتية، اقول الحياتية بدون اي مقابل في هذه الامور. إذا هذا الأمر خصنا نفهموه. فاليوم أيضا الأرقام الرسمية تتكلم أي ما يعادل ثلث صيادلة المغرب على عتبة الإفلاس، وهذا رقم كبير جدا، وهذا خص يشكل واحد نقص خطر بالنسبة للمواطنين، بالنسبة للوزارة الوصية وأيضا المؤسسات الوصية من أجل التدخل وإيجاد الحلول. لأن ملي تنتكلموا على 50% ديال الصيدليات اللي تتواجد في المناطق القروية، فهنا خصنا يعني نطرحوا على راسنا التساؤلات. إذا إلا تسدت هذه الصيدليات، كيفاش غادي يكون وضع المواطن وكيفاش غادي يوصل لهذه الخدمات؟ ماشي الصيدلانية، خدمات صحية هذه، إن لا يوجد الطبيب ولا يوجد المرفق الصحي ولا يوجد أي شيء آخر. إذا هذه راه تساؤلات مجتمعية خصنا نطرحوها بشكل قوي باش نبقاو محافظين على هذا المكسب، لأن مكسب كبير. وإن كانت تلك الصيدليات تعيش الهشاشة وتعيش الإشكالية الاقتصادية، ولكنها رغم ذلك تتقدم واحد الخدمات نوعية بالنسبة للمواطن وبالنسبة للمنظومة الصحية الوطنية وبالنسبة للأمن الصحي الوطني، وهذا هو البعد الاستراتيجي أيضا اللي خصو دائما تستحضروا. هذه الأرقام اللي تنتكلموا عليها هي مشفوعة. احنا بالطبع عندنا ككونفدرالية عندنا الدراسات ديالنا، كاين هناك الهيئة الوطنية للصيدلة عندها دراسات ديالها فيما يتعلق بالوضعية الاقتصادية والهشة للصيدلة، لكن اليوم نحن بصدد التقارير الرسمية ديال مؤسسات الدولة. آخر تقرير صدر في 2020 وهو تقرير مجلس المنافسة. تقرير مجلس المنافسة يتكلم على الوضعية الاقتصادية المتراجعة بالنسبة للصيدلات الصيدليات، بحيث حدد الهامش أو الدخل الشهري بالنسبة للصيدلاني المغربي شهريا، معدل ديال الدخل الصيدلاني المغربي حدده في 4000 درهم شهريا. ملي تنقولوا 4000 درهم تيخصنا نفهموا بأن هذا معدل، بمعنى هناك الصيدليات الكبرى اللي تتربح أرباح طائلة وكبيرة جدا، وعادة الرأي العام الوطني تلقاه ينكب فقط من أجل إصدار واحد التصور حول قطع الصيدليات على هذا النوع من الصيدليات، بمعنى لي فارماسي في لي غروند زاكس في لي غروند بولفار، بالنسبة لي هذا هو المرجع ديال الصيدليات. ما تيشوفش الصيدليات اللي كاينة في المناطق القروية، اللي كاينة في شي زنيقات في قلب المجال الحضري، اللي تيشوفش هذه الأمور. إذا
لكن هناك معدل، قلنا المعدل بمعنى هناك صيدلية تربح الشيء الكثير، وهناك صيدلية تربح أمور متوسطة، وهناك صيدلية لا تربح أي شيء، بمعنى تتاكل من لو كابيتال، من رأس مال، وهذا الرأس مال تتخذه من عند الشركات ديال التوزيع ديال الأدوية. ولهذا نجد اليوم العديد من الصيدليات هي في واحد الوضعية ديال المتابعات قضائية من طرف هذه الشركات. أيضا كانت واحد الإحصائيات أو معطيات مقدمة رقمية مقدمة من طرف المديرية العامة للضرائب، ولما تنقول المديرية العامة للضرائب فتنظن جميع الحضور الكريم تفهم ما معنى المديرية العامة للضرائب، تعرف كي تنقولوا بالدارجة الشادة والفادة ديال كل قطاع، كل واحد تيدخل شنو كاين شنو ما كاينش. إذن هذه المديرية أبرمت اتفاقية رسمية مع الصيادلة على أساس أنه معدل، أنه قبل ما نجيو المعدل، أن بعد اعتبرت بأنه عطات واحد المحاكاة رقمية، معطيات رقمية، أن المعدل الشهري عاوتاني نرجعوا له سالير مويان ديال الفارماسيان ماروكا إلي دو 5000 درهم مونسويال. هذه لا دي جي المديرية العامة للضرائب، هادشي ماشي ديالنا حنايا، حنا داكشي ديالنا عندنا كثير حتى حنا بحال هكا، ولكن دابا تعطيكم التقارير الرسميه ديال سميتو. كانت تصريحات رسميه ايضا من مدير سابق ديال مديريه الادويه والصيدله سنه 2019 لوزاره الصحه، تيتكلم على ان المعدل الشهري للصيدله هو 5000 درهم شهريا. اذا هذه امور ومعطيات تجعلنا نفكروا اكثر من مره قبل ما نتكلموا. اذا حتى واخا تطرح علينا هذاك الرقم ديال 57% او 47%، تنقول كيفاش وما يمكنش. إذن هذه شي حاجة ما لاصقاش، وهذا الشيء هو التفاصيل اللي عيجي الأخ المتدخل وغادي يفسرها لنا بتفاصيل. إذن هذا الوضع اللي تنتكلموا عليه ديال قطاع الصيدليات، يسائلون حول الأمن الصحي والأمن الدوائي الوطني، واش حنا بخير ولا ماشي بخير؟ واش هذا القطاع ديال الصيدلة إلى سدوا الصيدليات ديالو، كيفاش غادي نبداو نحصلوا على الأدوية؟ قبل الحديث على هذه الهوامش أو الأثمنة أو إلى ما هنالك. إذن هذا سؤال. إذن اليوم الوضعية الحالية كما تعلمون وربما نتابعها جميعا في مختلف المواقع الإعلامية، العديد من الصيادلة والمئات إن لم يكن بالألاف متابعون أمام القضاء لأسباب اقتصادية، ونظرا لعدم قدرتهم على الأداء ديال المستلزمات ديالهم أو المتأخرات ديالهم. هناك عدد من الصيادلة مهددون بالسجن اليوم، هناك صيادلة في السجن داخل السجن، ونحن في الكونفدرالية نزورهم ونقدم لهم الدعم. هناك صيادلة اللي وضعوا حدا لحياتهم في حالة انتحار، السنتين الأخيران كانت ربما واحد ثلاثة الحالات ديال الانتحار. إذن هذه كلها أمور تسائلون على هذه الأوضاع وإلى أين نحن ذاهبين بهذا القطاع في غياب الإصلاحات المطلوبة بالنسبة لقطاع الصيدلية واللي تيتم الإرجاء ديالها والتأجيل ديالها إلى ما لا نهاية. إذن هذا الوضع اللي تنتكلموا عليه ديال هذه الوضعية ديال القطاع، السبب ديالها هو عدم مباشرة هذه الإصلاحات الضرورية لقطاع الصيدليات واللي وضحناها. أول شيء باش نبينوا الوطنية أو الجانب المواطناتي بالنسبة لقطاع الصيدلة، هاد سنة 2014 اللي تكلمنا عليه باش خرج هذاك المرسوم الوزاري اللي وضع واحد الآليات ديال تخفيض أثمنة الدواء، أول من ذهب و يعني ناقش واتفق مع وزارة الصحة هم الصيادلة، واتفقوا على أساس التخفيض ديال هذه أثمنة الدواء، ولكن قالوا لهم كاين مجموعة من الإجراءات والإصلاحات ضرورية لقطاع الصيدلة خص يتم المباشرة ديالها، بالمقابل غادي يتم التخفيض ديال هذه أثمنة الدواء. للأسف الشديد تمت التخفيضات كما هو معلوم، بحيث من أصل 6000 دواء تم تخفيض إلى يومنا هذا 3500 دواء، وهذا رقم مهم جدا وخصنا نسجلوه، أكثر من 3500 دواء تم التخفيض ديالو بنسب من 10% إلى 70%. وهذا من إذا نقوله بنسبة 10% 70%، هذا معناته بأننا قمنا بالإصلاحات الضرورية المرتبطة بأثمنة الدواء في المغرب، بمعنى هذه التجاوزات السابقة التي كانت في أثمنة الدواء، نعم تم الإصلاح ديالها والتجاوز ديالها. لكن الإشكال المقابل ديال هذا الشيء
لدينا واحد القطاع هش اللي هو قطاع الصيدليات، بمعنى ما هو متعلق بالمختبرات المصنعه حلينا المشكل ديالو، ولكن ما هو متعلق بقطاع الصيدليات اللي عنده ثمن الدواء مرتبط بهامش ربحه راه ولا في مشكل. لماذا؟ لان ملي تنقولوا هامش الربح بالنسبه للصيدليات شنو هو؟ هو داكشي اللي قلنا قبيل، هامش الربح بالنسبه للصيدليات هو لو سالير ديالو موسيال. الا هبطتي لي ثمن الدواء هبط لي هامش الربح، ولا هبطتي لي هامش الربح خصنا نسولوه. دابا عندنا 10 سنوات من التخفيض المستمر بالنسبه للادويه، قلنا بنسب وصلت الى 70%، ولكن بالمقابل ماذا يقع؟ هناك تضخم سنوي، والتضخم الحالي هو اكبر معضله بالنسبه ماشي للصيدله، بالنسبه للمغاربه قاطبه اليوم وصلنا 12% ديال التضخم. اذا مني تيولي عندك ارتفاع ديال بالمقابل ديال التخفيض، تيولي عندك ارتفاع ديال نسبه الاكريه للوي باش تخلص المحلات ديال الصيادله، باش تيرتفع عليك الضرائب، تيرتفع لو سميك والكتله العامه ديال الاجور ديال المستخدمين، مجموعه من لي شارج والنفقات ديال تسير المرتبطه باللوجيسيال اللي تيداروا ولو سويفي لي زونسين اي تو سا، وهادشي كله اللي تعرف ارتفاعات مسترسله مقابل تخفيضات في هوامش ربح. وباش ما نقولوش هوامش ربح، باش نقولوا واحد المصطلح سامبل هو لو سالير دو فارماسيان. اذا اليوم ملي تنتكلموا على لو سالير دو فارماسيان، حقيقه الصيدلاني تيشتغل في واحد القطاع ذات ابعاد اجتماعيه محضه، صحيح جدا، ونحن نؤمن بذلك. وهاد الصيادله اختاروا هذا المجال لانهم يحبون هذا المجال الاجتماعي، لكن في نفس الوقت هذا الصيدلاني هو مسؤول على واحد المقاوله لابد ان يحافظ على استمرارها وتوازناتها الاقتصاديه من اجل الاداء ديال هذه المهام الاجتماعيه وهذه الخدمات الصيدلانيه بالنسبه للمواطنين. اذا كل هذه الامور يجب خصنا ناخذوها بواحد الشموليه، ما نبقاوش مركزين على واحد الامور اللي تتصب في اتجاه السلبي، كما لو كنا في واحد الصراع معين ما بين نخب في المجتمع، في حين ان كل واحد تيؤدي واحد الدور مهم وتي في اطار تكاملي باش نوصلوا لهذا النسق الاجتماعي باش يكون ناجح. اذا وغادي نحاول ندوز بعجاله واختم بهذا بجوج نقط، جوج نقط اساسيه وغادي يتم التفصيل فيها في العرض الموالي. اولا ملي تيتكلم التقرير ديال المجلس الاعلى، باش دابا انا تنجاوب باش ما تقولوش بوزوبع خدا الكلمه وما تكلمش على ما اثير في المجلس في تقرير المجلس الاعلى، ولكن كان من المفروض علينا ان نوضحوا وضعيه قطاع الصيدليات قبل ما ندخلوا في التفاصيل. هذا التقرير ديال المجلس الاعلى للحسابات يتكلم لنا على هامش ربح الصيدليات، هذا غادي ناخذوه من ثلاثه ديال المؤشرات. المؤشر الاول ملي تنقولوا 57%، انا غادي نقولها لكم هذا فيه ثلاثة ديال المتدخلين، 57% هذا هامش فيه ثلاثة ديال المتدخلين. غادي نقولها غير بواحد النكتة، بحال ملي تيجي الود الكبير عند باه وتيقول له دور معانا، تيقول له هاك درهم وسيقسمها مع خوتك، واش معناتها عنده درهم؟ راه غادي يقسمها على ثلاثة ولا أربعة. كذلك بالنسبة لهذا سميتو، تخاد هذا الهامش ديال 57% من المرسوم الوزاري المتعلق بمسطرة تحديد أثمنة الدواء، ولا بغاو الإخوة الصحفيين يرجعوا ليه هو رقم 213852، خداوه وقالوا بأن هذا هو هامش ربح الصيدلي، في حين أن هذا الهامش يدخل فيه ضريبة القيمة المضافة وهذا هامش ديال الدولة تتخذه، هناك هامش ربح ديال الشركات ديال التوزيع ديال الأدوية، ثم هناك هامش ربح ديال الصيدليات. إذا هنا ثلاثة هوامش تم القفز عليها والقول بأنها 47% أو 57% هي ترجع للصيدليات، وهذا غير صحيح. فيما يتعلق بهذا المرسوم وكما تفضل قبلي الزميل المحترم الدكتور الحبابي، هناك أربعة شرائح، الشريحة الأولى الثانية الثالثة، هذا الأربعة ديال الشرائح لما تناخذوها وتنديروا لها المعدل ديالها وتنديروا لها ايضا معدل مع امور اخرى اللي هي مثلا صرف عن حليب الرضاع والمكملات الغذائيه والى ما هنالك، تلقاو كاين واحد المعدل ديال هامش ربح ديال 27%. هذا 27% يقره ويشتغل به جميع المحاسبين لي كونطابل لي زيكسبير كونطابل على اساس ان هذا هو الهامش الربح ديال الصيادله، وهذا ما اقر الخام. بالطبع تنتكلموا على الهامش الخام
وهذا ما أقرته المديرية العامة للضرائب في الاتفاقية الإبرائية التي أمضتها أو وقعتها مع قطع الصيدليات، بحيث اعتبرت بأن هامش الربح الخام هو 27%. إذا ميت نقوله عاوتاني مجددا مصطلح ديال الخام، راه ماشي هو الصافي 27 ديال الخام، هذاك هو الهامش اللي تيبقى الصيدلي باش يقول أنا غادي هذا غادي نحيد منها نفقات التسيير والضرائب إلى ما هنالك 27% تحيد منها نفقات التسيير، باش يبقى لك الهامش الأخير اللي هو 8%. أيضا هذا الرقم ديال 8% اللي هو الربح الصافي، دابا نتكلموا على الربح الصافي، هو الذي أقرته المديرية العامة للضرائب بالنسبة للصيادلة. ثم غادي نرجع لهذه القضية ديال في التقرير ديال تقرير مجلس الأعلى للحسابات الذي يتكلم على أن الصيدليات الفرنسية تتربح 21%، تركيا تتربح 25 كهامش ربح إلى ما هنالك. أولا هذه في واحد المغالطة كبيرة جدا. لماذا؟ لأن النموذج الاقتصادي للصيدليات المغربية يختلف تماما على النموذج الاقتصادي لهذه الصيدليات في دول أخرى. كيف؟ الصيدليات في المغرب تتعتمد في تسيير النفقات ديالها وتسيير هذه المقاولة ديالها الصحية، تتعتمد على هامش ربحها في الأدوية فقط، بينما هذه الصيدليات الفرنسية أو الأخرى في عدد من الدول تعتمد على هامش ربحها في الأدوية زائد هامش ربحها من حيث التعويضات أو من حيث الخدمات الصحية التي تقدمها. وهذه الخدمات الصحية هي اللي تكلمنا عليها احنا مرارا وتكرارا في المغرب، على أساس أنه يجب توسيع صلاحيات الصيدليات في تقديم مجموعة من الخدمات اللي تتقدمها صيدليات الدول الغربية، باش نرفعوا الضغط الكبير اللي هو معروف على المستشفيات المغربية اللي عندها إشكال كبير لا في الموارد البشرية لا في البنية التحتية. وهذا كله تنعرفوه وتنعرفوا إشكالية ديال القطاع الصحي، ما غاديش ندخلوا في التفاصيل ديالو، ربما رجعوا لي. إذن هنا باش غادي نعطيكم غير واحد الرقم باش نفهموا علاش نتكلموا. إلا خدينا النموذج الفرنسي عنده 21% من هامش ربح ديال الأدوية كما جاء في التقرير، غادي نعتبره ونسلمه بهذا الرقم 21%. الصيدليات الفرنسية عندها 50% من الأرباح ديالها تأتي عن التعويضات ديال الخدمات الصحية. بمعنى آخر، إذا كانت 50% عندها 21% في الأدوية زائد 21% من حيث التعويضات، إذن هذه الصيدليات عندها هامش ربح ديال 42% مقابل 27% عند الصيدليات المغربية. وهذا 42 مقابل 27%، هذا ما يفسر الهشاشة الاقتصادية التي تعرفها الصيدليات وحالة الإفلاس وهذه الإشكاليات التي يتخبط فيها الصيدلاني، فعوض أنه يمشي في هذه الخدمات الصيدلانية ومواكبة صحة المريض والاعتناء والاشتغال على أمور مهمة من أجل يعني الرفع من جودة هذه الخدمات، تولي داخل في مشاكل اقتصادية عوض أنه يتفرغ لهذه الأمور، مقابل 5000 درهم اللي تلجأ لها المواطن الفرنسي. إذا 500 درهم مقابل 5000 درهم، إذن هذه أسواق مختلفة مضروبة في 10 المرات، فما يمكنناش نجيو ونقارنوها بهذه الأمور. وبالتالي هذا ما يبين هذه الوضعية ديال الإفلاس أو الهشاشة التي تعيشها عدد كبير من الصيدليات. وأشكركم على حسن الانتباه.